محتوى إطلاقا، ولكن يريد أن يكون دائما حاضر معنا في البلاطو. تنقل جاء رفقة عنتر يحيى، لكن لنبقى مع مراد مجني. سأحاول أن نعرف رأي بطبيعة الحال عنتر يحيى بخصوص مراد مجني. عنتر، شعرنا بخيبة أمل كبيرة بعد القرار. صعب جدا، أنت لاعب وتشعر أكثر من أي شخص أنك تضيع المونديال قبل 17 يوم من هذا الحدث العالمي. نظن حاجة صعبة للمراد وللفريق الوطني كاع. تلفوا لاعب كيما مراد، لاعب فنان تاعنا تاع الفريق الوطني تاع الجزائريون كاع. احنا درك كيما يقول لك حزنين شوية، ونتمنى له ان شاء الله يبرى، وحبسك حتى هو لاعب تاع مستقبل، وخير ليه يروح يداوي درك على رجله، وان شاء الله يرجع لنا قوي من هنا والجاي. شفناكم معاه ما خليتوش إطلاقا منذ الإعلان عن القرار. لازم نكونوا معاه، لاعبين كل معاه، الشيخ سعدان معاه، الحاج روروة حتى هو معاه، ونظن باللي الناس كل ينجموا يعاونوا مراد درك، وحتى العائلة تاعو نظن تعاونوا. أجل هذه درك تكون حاجة صعيبة ليها، ما يكونش كل لاعب اللي يتلف، لاعب اللي يتلف المونديال ما نتمناه حتى الواحد. بصح كما قلت لازم مراد يخمم على المستقبل تاعو، والمستقبل تاعو مع الفريق الوطني. حتى أنت عنتر مصاب، لن تشارك في مباراة إيرلندا، كذا على المدرب الوطني. ما نوع الإصابات؟ خلاص بديتوا تخوفونا بعد الإصابات. لا، ما حتى احنا خفنا شوي، بصح الحمد لله بالنسبة لي أنا ما هيش إصابة كبيرة، حاجة صغيرة. بصح كما قالنا الشيخ وقالنا الطبيب، لازم في البلاصة اللي قاعدين فيها هنا لازم نسمعوا الكور تاعنا، هي حاجة ما نديوش لي ريسك، بس ما نلعبش المباراة إن شاء الله هذه الجاية تاع ليغلاند، ونبدأ ستاج في نيورنبرغ مع الفريق. فتبقى طبعا معنا عنتر يحيى. مجني اعتقد حسان هو موجود خلفي هذا منذ لحظات فقط من التدريبات، كنا نستمع الى تصريحاته، بعثنا لكم التصريحات، لكن لا بأس ان ناخذ منه كلمه للجمهور الرياضي الجزائري الذي لا يتحدث سوى عنه منذ الامس تقريبا. شجاعه كبيره جدا، وهذا المشهد حسان يعبر عن كل شيء. لما يأتي مجيد بوقرة ومعه مراد مغني ومعه أيضا عنتر يحيى، أعتقد في بعض الأحيان حتى إيجاد الكلمات صعبة وصعبة جدا. لا أدري حتى كيف يطرح السؤال لمراد مغني، لأنه فعلا موقف مؤثر جدا. ولكن سأضطر مرة أخرى للذهاب إلى مجيد بوقرة ما دام هو الذي أحضره. مجيد، هذه الوقفة الكبيرة مع مراد مغني تعبر عن كل شيء. نو واش تحب، كلش مكتوب. هان فاسون الى افيك نو، ان شاء الله يغسى افيك نو توت نوت كارير ان سيليكسيون. ما عندوش زهر، مي سي ميو دوركا، باسكو اون سي جامي، سا بو سامبيري، بي اون ا بزوان دو لوي دون لافنير. وان شاء الله مع لوبيراسيون سا فيت 3 4 موا، سي ميو كو اون لو بير ان ان ولا 2 ان. دونك كلش مكتوب، امال بوغ ان شاء الله. مجيد، ما قدرتش نقال لا كيستيون اللي امبوزيها المراد في هاد لا سيتياسيون هادي. ايه سي سور، سي با ايفيدون، سي با ايفيدون. هو كان في القطار معايا، كان صافي 4 موا، il a perdu du temps. دونك واش تحب، سي الفوتبول، مي il sait qu'on est de tout corps avec lui, c'est un frère et ان شاء الله جو دي ان شاء الله كريم لوبيراسيون يدرا نوفو ان فينال. نعم حسن، نعم يمكن كريم. نعم اسمعك حسن. نعم، يمكنك ان تسال مراد انه من الان يجب التفكير في المستقبل، والمستقبل هو العمليه الجراحيه والعوده قريبا الى المنتخب الوطني. Donc Mourad reste toujours notre artiste. On ne peut pas voir Mourad au mondial, mais Mourad reste toujours dans les cœurs des Algériens. Un mot peut-être pour le peuple algérien. Non, bah, je voudrais les remercier du soutien qu'ils m'ont apporté. C'est sûr que c'est pas évident pour moi. Donc voilà, c'est gentil d'avoir leur soutien, ça fait vraiment plaisir de se sentir
d'avoir du monde derrière soi, donc voilà, que ce soit les coéquipiers, les Algériens, et voilà, je suis ému de savoir qu'il y a du monde derrière moi. Vous avez déclaré après la conférence de presse, vous avez dit « j'ai trouvé une vraie famille ». Non, bah ça c'est, bah je vous dis, moi je l'ai, dès le premier stage, je l'avais senti comme ça, et là de voir autant d'émotions chez les que ce soit le staff, les joueurs et tout, bah c'est là qu'on se rend encore plus compte qu'on est vraiment une famille. Majid, حتى انت عندك اصابه ما تلعبش امام المنتخب الايرلندي طمأن حتى انت. Non, voilà, quand on voit le cas de Mourad, alhamdoulilah, non, je ne vais pas prendre de risques, mais alhamdoulilah, ça va. Dorka Ranimlih, je suis à 100% et Inch'Allah, j'aurai l'occasion de voir mes coéquipiers. Puis voilà, pas prendre de risques. شكرا. إذن حسان، هذه الأجواء الخاصة نقلناها لكم بالصوت والصورة، الكل مع مراد مغني، حتى المدرب الوطني رباح سعدان التحق الآن بالفندق، سيكون حاضر معنا بعد لحظات. لا أدري حسان إذا كان لديك أسئلة أو شيء تريد أن تقوله، ولو أن هذا المشهد يختصر كل شيء. نعم كريم، الأجواء مؤثرة حقا بمعسكر المنتخب الوطني، خاصة كما أشرنا بعد خبر إعلان عدم مشاركة مراد مغني في المونديال. سنعود إليك كريم بعد قليل مع ضيوف آخرين وربما أيضا المدرب الوطني السيد رباح سعدان.